ينضم إلينا عبر الإنترنت دكتور باسم نعيم، عضو المكتب السياسي في حركة حماس. أهلا وسهلا بك دكتور باسم. يعني الخطوط العريضة لهذا المقترح باتت معروفة، نريد أن نسمع منك مزيدا من التفاصيل، وما مدى تفاؤلكم بنجاح هذا المقترح هذه المرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حركة المقاومة الإسلامية حماس ومنذ اللحظة الأولى تسعى ومن خلال الوسطاء الوصول إلى وقف إطلاق النار الشامل ووقف هذا العدوان على شعبنا، أو هذه المجزرة وهذه الإبادة الجماعية التي ينفذها نتنياهو وحكومته المتطرفة. المقترح الأخير الذي تقدمت به الحركة قبل المقترح الذي قدمته بالأمس كان يرتكز على أن وقف إطلاق النار يمكن أن نصل إليه من خلال التدرج في ثلاثة مراحل، وهذه المراحل يعني كل مرحلة تفضي إلى التي تليها إلى أن نصل إلى وقف إطلاق النار الشامل والكامل وانسحاب كامل القوات وعودة النازحين من أبناء شعبنا إلى بيوتهم. في يعني هذا المقترح تم تقديمه للوسطاء منذ فترة، ولكن يعني للأسف الشديد كانت الردود سلبية من قبل العدو ورفض التعاطي مع هذا المقترح. طبعا احنا بالنسبه لنا محور الرحى والعنوان الاساس في كل عمليه التفاوض هو كيف يمكن ان نوقف العدوان على شعبنا، وكيف يمكن ان ننهي هذه أن نوقف هذه المجزره وان ننهي هذه الماساه الانسانيه التي تضرب اطنابها في كل مناحي قطاع غزه، وخاصه في الجزء الشمالي من القطاع في غزه ومحافظه الشمال. بعد الحديث المتواصل على مدار الثلاثة أسابيع الماضية مع الوسطاء كان الحديث يدور بشكل أساسي حول إمكانية الاستجابة لطلب العدو في موضوع إضافة الأعداد والمفاتيح والفئات المتعلقة بصفقة التبادل. والحقيقة أنه إحنا كان موقفنا واضح من البداية أن العدو إذا لم يبدي التزاما من اللحظة الأولى بأننا ذاهبون إلى وقف إطلاق النار الشامل وانسحاب كامل القوات وعودة النازحين إلى بيوتهم من اليوم الأول، فبالتأكيد لن نستطيع أن نمضي في هذا الحوار أو أن نذهب إلى أي اتفاق مع العدو دون أن يكون لنا ضمانات بتحقيق هذه الأهداف. لكن وفي إطار حرصنا على إنهاء هذا العدوان ووقف هذه المجزرة وكما قلت إنهاء هذه المأساة الإنسانية بالذات في شمال قطاع غزة، وتجاوبا مع جهود الوسطاء الذين يسعون إلى الوصول إلى هذا الهدف، أبدت الحركة المرونة التي أظهرتها في المقترح الأخير والذي تقدمت به الأمس، وهو يشمل نفس المراحل الثلاث إضافة إلى نفس متطلبات الحركة القائمة على عودة النازحين إلى بيوتهم، وقف العدوان بشكل كامل والذهاب إلى وقف إطلاق النار الشامل، أيضا انسحاب كامل القوات من الأراضي التي احتلت بعد 7 أكتوبر، ثم الانخراط في عملية التفاوض حول تبادل الأسرى وإطلاق عملية كبيرة من الإغاثة والإسكان وإعادة الإعمار، وهذا كله بضمانات دولية. ولذلك ما تقدمت به الحركة مؤخرا هو استجابة لجهود الوسطاء ومرونة في سبيل أن نصل إلى الهدف الأساس وهو هذه المرونة. دكتور باسم، أنتم أيضا أبديتم مرونة في عدد من جزئيات هذا المقترح، لكن ماذا عن الخط الأحمر في كل ما يجمع المقترحات التي قدمت من قبلكم؟ بالنسبة لنا الخطوط الحمراء لا زالت كما هي. نحن أبدينا المرونة في نقطتين. النقطة الأولى أنه تم إضافة العناصر المتعلقة بالمفاتيح والفئات و المطلوب يعني التفاوض حولها من أجل إطلاق سراح الأسرى من الطرفين. كان الأصل هذا يتم تقديمه بعد أن نأخذ من العدو موافقة واضحة وبضمانات دولية حول الذهاب إلى وقف إطلاق النار الشامل وانسحاب كامل القوات وعودة النازحين. فلذلك أضيفت هذه المفاتيح وهذه الفئات واللي هي كقاعدة انطلاق يعني كمطلب للحركة للتفاوض حول صفقة للأسرى إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى هذا الباكج أو إلى هذه الرزمة. لكن الخطوط الحمراء بالنسبة لنا لا زالت كما هي، لأن العنوان الأساسي للحركة وهي تتحرك في هذا الملف هو كيف يمكن أن نوقف العدوان، كيف يمكن أن نغيث شعبنا، كيف يمكن أن نعيد بناء غزة، والأهم
كيف يعود شعبنا الذي نزح بعد 7 أكتوبر إلى البيوت التي هجر منها؟ كيف تعلقون على الرد الإسرائيلي الأولي بأن هذه الشروط غير معقولة؟ نحن لا نستطيع أن نعلق على تسريبات إعلامية، نحن ننتظر. الكرة الآن في ملعب العدو وأيضا في ملعب الوسطاء، نحن ننتظر أن يأتينا ردا رسميا من عبر الوسطاء حول هذا المقترح. العدو بطبيعته في كل مرة مهما كانت طلباتنا يعني محقة ومنطقية وموضوعية وتلبي الحد الأدنى من متطلبات شعبنا وتنسجم تماما مع الموقف الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإلى إغاثة شعبنا وإعادة إعمار قطاع غزة، بل أكثر من ذلك اليوم المجتمع الدولي يتكلم عن الذهاب إلى مرحلة ثانية بعد انتهاء العدوان، وهو مرحلة سياسية تفضي إلى انتهاء الاحتلال، إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية. ولذلك هذا متوقع من عدو يعني أعطى لنفسه الرخصة وبغطاء أمريكي أن يرتكب كل هذه المجازر، أن يصل به الأمر إلى ارتكاب الإبادة الجماعية واستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب. ماذا لو رفضت إسرائيل هذا المقترح أو أنها قبلت بجزئيات في هذا المقترح؟ يعني كما قلت الآن هذا المقترح بين يدي الوسطاء وهم الذين يعني سيتفاوضون في البداية أو سيتواصلون مع العدو للحصول على إجابة رسمية. بالتأكيد نحن لن نقبل بأقل من عودة النازحين إلى بيوتهم، وقف العدوان بشكل كامل وشامل، وانسحاب كافة القوات من الأراضي التي احتلها بعد 7 أكتوبر. هذه خطوط حمراء لا يمكن لنا أن نتجاوزها إطلاقا مهما كان الثمن. وبالتأكيد شعبنا، وهذا بالمناسبة هو يعني صوت الناس على الأرض، أنهم لا يريدون الذهاب إلى وقف إطلاق نار مؤقت أو هدنة إنسانية، وإنما يريدون إنهاء العدوان والعودة إلى بيوتهم وإنهاء هذه المأساة الإنسانية في قطاع غزة. ولذلك أعتقد أننا أبدينا كل المرونة المطلوبة سواء من أجل إنقاذ شعبنا ووقف العدوان أو تمشيا مع يعني متطلبات ورؤية الوسطاء من أجل الوصول إلى اتفاق. فالآن أعتقد المطلوب هو مزيد من الضغط الإقليمي والضغط الوسطاء والضغط الدولي على العدو ليلتزم بحقوق شعبنا الحالية والمتعلقة بهذه المعركة بالانسحاب الكامل وعودة النازحين، وأيضا في النهاية بانتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية مستقلة. طيب دكتور باسم، أنتم في حركة حماس دائما تقولون بأن نتنياهو يتعنت فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وأنه لا يريد اتفاقا في غزة. هل ستستمر الحركة في مسار التفاوض إذا بقي الموقف الإسرائيلي متعنتا على حاله؟ أولا نحن يعني ندرك جميعا، وهذا عليه اليوم إجماع دولي بما في حتى الأمريكان، بأن الذي يعيق الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء هذا العدوان هو نتنياهو واليمين المتطرف. نتنياهو لأنه يعلم أنه في اليوم التالي للعدوان قد يكون في السجن، واليمين المتطرف يعتبر أن هذه فرصته الاستراتيجية لتنفيذ أحلامه بقيام دولة إسرائيل الكبرى والسيطرة على المسجد الأقصى وضم الضفة الغربية وتهجير السكان. فالكل يعرف أن الذي يعطل هذا الوصول إلى اتفاق هو نتنياهو لحسابات شخصية واليمين المتطرف. لكن أيضا في نفس الوقت لابد أن نقول أننا لا نفاوض من موقع الضعف، فالمقاومة لازالت بخير، والمقاومة لازالت تلقن العدو كل يوم دروسا جديدة، ولازالت تكبده كل يوم خسائر جديدة، وقادر على الاستمرار، وشعبنا أيضا لازال صامدا ومتمسكا بحقوقه وفي مقدمة حقه في المقاومة. ولذلك نحن لا نفاوض من ضعف، وإنما نفاوض حرصا وحقنا لدماء أبناء شعبنا، وأيضا تجاوبا مع جهود الوسطاء من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار. طيب ألا تخشى حركة حماس أن تزيد إسرائيل من الضغط العسكري الإسرائيلي وكذلك من مزيد من المجازر التي ترتكب بحق المدنيين حتى بما يخص المساعدات، وذلك من أجل الحصول على تنازلات من قبلكم؟ أختي الكريمة، العدو الصهيوني لم يدخر جهدا ولم يبقي يعني أي إمكانية للضغط على شعبنا الفلسطيني وعلى مقاومته منذ 7 أكتوبر إلا واستعمله. هو رفع أهداف عالية من يوم الأول، أن يحطم المقاومة وحركة حماس وأن يهجر السكان وأن يستعيد الأسرى. اليوم بعد 5 أشهر ويزيد هو فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي من هذه الأهداف.
هو لا يملك أكثر مما فعله على مدار 6 شهور من المجازر ومن الإبادة الجماعية ومن التجويع ومن قتل الأطفال والنساء وتدمير المستشفيات. لا أعتقد أنه بقي في جعبته أي شيء يضيفه، بالعكس نحن نتابع الإعلام الإسرائيلي ونعرف أن الجيش الصهيوني يضغط وإن كان بشكل غير معلن على القيادة السياسية أننا نراوح في المكان ولا نفعل شيئا جديدا ونعيد ونكرر أنفسنا على مدار الساعة. ما هو المطلوب الآن؟ لنمضي إلى الأمام أو ننسحب؟ ولذلك لا، هم المأزومين وهم يعني هم الذين يعني يعرفون أنه لم يتبقى لهم قدرة على فعل أي شيء أكثر مما فعلوه حتى هذه اللحظة. وكما قلت نحن لازلنا يعني لازالت مقاومتنا بخير، ولازلنا مصرين على أن ننال حقوقنا كاملة، ولازال شعبنا متمسك بحقه في الحياة الكريمة وأيضا بحقه في الدولة المستقلة. فكما قلت هو لا يملك أي شيء آخر ليضيفه، ليراوح في المكان يقتل ويدمر ولا يفعل شيء إضافي، وفشل في تحقيق أي من أهدافه. فلذلك نحن لا نفاوض من ضعف ولا نقدم هذه المقترحات إلا حرصا على كما قلت دماء أبناء شعبنا، وأملا بأن ننهي هذه المأساة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا في كل مكان وخاصة في شمال القطاع، وتجاوبا مع جهود الوسطاء. طيب دكتور باسم، انظر معي إلى تعليق البيت الأبيض قبل قليل، يقول بأن مقترح حماس يقع بالتأكيد ضمن حدود الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر القليلة الماضية. بالنسبة إليكم ماذا يشي ذلك؟ أولا هذا يؤكد أن يعني حركة حماس عندما ذهبت إلى تقديم هذا المقترح تجاوبا مع جهود الوسطاء وفي مقدمتهم طبعا الإخوة في مصر وقطر، هو يؤكد أن حماس حريصة فعلا على الوصول إلى اتفاق ولا تقدم مقترحات من باب فقط يعني تضييع الوقت أو من باب تعطيل أي جهود دولية للوصول إلى اتفاق. فهذا التصريح يؤكد على مصداقية الحركة وجدية الحركة وحرصها فعلا على الوصول إلى اتفاق ينهي هذا العدوان وهذه المطالب. يعني ما تقدمنا به من وقف اطلاق النار وانسحاب كافة القوات وعودة النازحين، هذه حقوق بديهية لشعبنا بعد هذه المعركة الكبيرة التي دفعنا فيها الأثمان العظيمة. نحن نتطلع إلى ما هو أبعد من ذلك، نتطلع إلى مرحلة سياسية تلي هذه المرحلة ننهي فيها الاحتلال وتقوم فيها دولتنا الفلسطينية. إذا كان اليوم أكبر وأقوى حليف لهذا الكيان ولنتنياهو وحكومته العنصرية والذي أمده بكل إمكانات النجاح في معركته بسحق المقاومة وتهجير السكان، ما أمده بالعمل السياسي وأمده بالعمل الدبلوماسي، استعمل الفيتو 3 مرات وأمده ب14 مليار دولار جديدة وأمده بالسلاح وإلى آخره، يقول أن ما قدمته حماس يقع في سقف التفاوض، هو يؤكد أن الحركة جادة وحريصة على الوصول إلى اتفاق ينهي هذا العدوان ويحقن دماء أبناء شعبنا ويعني يحمي أبناء شعبنا مما يعانونه من المجاعة والأوضاع الإنسانية الكارثية. طيب، رئاسة الحكومة الإسرائيلية تقول بأن نتنياهو صدق على مخطط عسكري لاجتياح رفح، للعملية في رفح. ماذا لو حدثت هذه العملية في وسط حراك المفاوضات الحالية؟ بالتأكيد يعني هذه ستكون إشارة يعني سلبية جدا. أولا هو العدو لن يتورع عن ارتكاب مزيد من المجازر، نحن كل يوم نحصي 10 و12 و13 و15 مجزرة ونحصي من 100 إلى 150 شهيد بشكل يومي، معدل الشهداء على مدار ال6 أشهر الماضية حوالي 250 شهيد يوميا، وإلى جانب مئات من الجرحى معظمهم من النساء والأطفال. فلن يتورع عن ارتكاب مزيد من الجرائم ومزيد من الحماقات، لكن بالتأكيد نحن نحذر أن أي خطوة في اتجاه رفح ستعني كارثة إنسانية حقيقية، لأنه العدو دفع أكثر من 1 مليون فلسطيني إلى جنوب القطاع وخاصة في رفح باعتبار أنها مكانا آمنا ويمكن أن يبقوا فيها إلى أن تنتهي المعارك. اليوم هو يريد أن يأخذ هذه الخطوة في وجود أكثر من 1 مليون إنسان، بالتأكيد ستعني مجزرة كبيرة، ستهدد منطقة ذات طبيعة خاصة لما نتكلم عن منطقة لها علاقة بالحدود المصرية، وبالتالي ستضيف عناصر جديدة إلى هذه المعركة لم تكن موجودة حتى هذه اللحظة، وبالتالي قد يتمدد أو قد يشتعل الإقليم في اتجاه معركة
أكبر من المعركة الحالية. لذلك نحن نحذر الجميع وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى هذا الكيان وما يقوم به من جرائم حتى هذه اللحظة، أن تعطيه الضوء الأخضر لتنفيذ مثل هذه الحماقات أو ارتكاب هذه الجرائم. بالتأكيد ستكون جريمة كبيرة، ولكن أيضا في نفس الوقت نحن نؤكد على أن مقاومتنا لن تتراجع عن حقها في الدفاع عن شعبنا بكل ما أوتيت من قوة، وأيضا شعبنا لن يتراجع عن حقه بالتمسك في أرضه ولن يرحل مهما كانت حجم الجرائم التي سيرتكبها هذا العدو. طيب دكتور باسم، أيضا كثر الحديث الإسرائيلي مؤخرا عن إقامة بدائل لحركة حماس في قطاع غزة، آخر وكان حديث جالانت الذي قال بأنه إذا لم تقم إسرائيل بإنشاء نظام بديل عن حماس فإنها لن تتمكن من الإطاحة بها، كيف تعلقون؟ يعني أولا هذه المحاولات بدأت منذ اليوم الأول، ليس من جالانت وإنما من كل الأطراف المعتدية على شعبنا الفلسطيني، في مقدمتها طبعا الحكومة الصهيونية وحليفهم الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية. هم توقعوا أنه خلال بضعة أيام أو أسابيع سيتم سحق المقاومة في مقدمات حركة حماس، وسيغادر جزء الأكبر من السكان إلى شمال سيناء، ويمكن بعدها أن يخططوا أو أن يضعوا الشكل الذي يريحهم، سواء منطقة عازلة أو بقاء أمني مستدام، أو حكومة متحالفة مع الكيان، أو حكومة تعود إلى قطاع غزة على ظهر دبابة. لكن هذه المخططات كلها بعد 6 أشهر ومئات المقترحات فشلت في وجود شعب صامد وقدم نموذجا في الصمود الأسطوري أمام هذه الأهوال التي مرت عليه خلال 6 شهور، ومقاومة باسلة استطاعت أن تستمر في تلقين العدو كل يوم الدروس وكل يوم تكبده الخسائر بما أفشل كل هذه المخططات. لكن نحن نقول أولا طبعا بالنسبة لجالانت، أنا أعتقد كلامه لا يستحق التعليق، لأنه هذا يعني وزير الدفاع جالانت هو شخص غير ذي صلة وغير متصل بالواقع منذ بداية الحرب، وهو يصرح تصريحات بعيدة جدا لا تمت عن واقع المعركة بصلة. هو يعني مسؤول مباشرة عن فشلهم في 7 أكتوبر ومسؤول عن فشلهم فيما بعد 7 أكتوبر، ولكنه مصر على تصريحات كما قلت ليست لها علاقة بالواقع. واقع الميدان الذي أثبت قدرة شعبنا الفلسطيني على يعني إفشال هذه النظرية التي بناها العدو لنفسه على مدار عقود، من أنه الجيش الذي لا يقهر وأنها الدولة التي لا تقهر. لكن في العموم نحن نقول أن ما بعد المعركة وشكل إدارة البلد هو شأن فلسطيني داخلي، وهذا يقرر فيه الفلسطينيون وخاصة أهل غزة، وبالتأكيد لن يسمح لأي طرف كان مهما كان أن يتدخل في شؤوننا الداخلية أو أن يقرر لنا كيف يكون اليوم التالي في قطاع غزة. نحن دعونا في أكثر من مرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات مهنية برعاية ودعم فصائلي تقوم على مهمات محددة، أولها توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة وإعادة إعمار غزة بعد إغاثة الناس وإيوائهم، ثم التحضير لانتخابات. لكن حتى لو لم يحدث ذلك بالتأكيد لن يكون الخيار هو وجود أي جهة كانت، سواء عربية أو إسلامية أو دولية، سواء وجود سياسي أو وجود أمني في قطاع غزة دون يعني غصبا عن أو إرغاما للفلسطينيين. بالتأكيد هذا الأمر شأن فلسطيني داخلي ولن يسمح لأي طرف إن كان أن يتدخل فيه، وشعبنا بعد ما دفع كل الثمن الكبير من الدماء والأشلاء والدمار من أجل أن يتخلص من الاحتلال وأن ينال حقه بالحرية والحياة الكريمة، لا يمكن أن يقبل باستبدال الاحتلال بمسميات جديدة، سواء مسميات دولية أو مسميات أخرى أو بروابط قرى أو بحكومات تعود على ظهر دبابة إسرائيلية. هذا الأمر لن يقبل ولن نسمح له بالمرور. شكرا جزيلا لك الدكتور باسم نعيم، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، أشكرك.